جيت النهارده شفت اهلي وحبايبي وكنت وحشني على الاخر. الحاج احمد ابو هرجه شيخ صيادين مركز اجل، ميت دمسيس مركز اجل. بالنسبه بقى لعيشتنا هنا واولادنا والعمر اللي احنا عشناه مع الست ام عبده، ده كان حاجه يعني بصراحه بحسدي عليه. يعني انت كده بيني وبينك قاعد كده، انت لو تعبت ولا حاجه مش هتفكر تقول اتجوز اعمل يعني ولا حاجه؟ لا 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 لا، عشره العمر جامده عند ست ام عبده، دي حاجه كبيره، حاجه كبيره قوي. اللهم صل على النبي. لا جواز لا. وانا تعبانه بقلقان ومتضايق ومحتار، ببقى عايز يعمل لي اي حاجه عشان ارتاح. وان كنا يعني بالليل يروح يجيب لي علاج من الاجزخانه على ما يصبح الصبح يوديني للدكتور، وببقى تعبان ومتضايق عشان طبعا العشره ديت ما بتهونش الا على ابن الحرام. يا حاج. فطبعا الست ام عبده عشنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حاج؟ ازيك يا ام عبده؟ عامله ايه؟ تسلمي تسلمي يا عودي. عامله ايه؟ والله تسلمي وتعيش. كنا لسه الحاج بنجف سيرتك اهو. يا ترى بالخير ولا بالشر؟ لا ده كل خير. لسه الحاج احمد دلوقتي عمال يقول فيك يا اختي قصايد شعري يا بختك، على راي المثل اللي جوزها يقول لها يا هانم يستنوها على السلالم. يا جامد. راجل غالي وقد الدنيا. عشرة عمر. راجل محترم وعشرة عمر، بقالنا يعني خشانة على 40 سنة اهو. ربنا يبارك لك. وعمره ما زعلني نوبة ولا قال لي كلمة وحشة نوبة ولا، وهناني وشاف يعني شفت الهناوه اللي ما كانتش عند ابويا. ربنا بقى يهني سعيد بسعيده. انا جاي لك بقى من اخر الدنيا عشان تعلمني السر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلام. زي ام منادى عامله ايه؟ تمام. ازيك يا فؤاد عامل ايه؟ ازيكم اخباركم ايه؟ الصيد ده صبر ورزق، واحنا بننزل بنتكل على الله وربنا هو اللي بيبعت الارزاق. صبر ورزق. صبر ورزق. تصبري تنولي. وطبعا الرزق ده رزق معايا وربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. وبعدين علام العلام ده السمك اللي بيعلم الصياد صيده. ما فيش صياد بيعلم صياد. وهنا بقى، هنا بقى يا عم احمد انت قلت لي ان ده فرع من فروع النيل. فرع دي فرع ده نهر النيل، فرع دمياط. فرع دمياط. في فرع في حزاه وفرع رشيد، الاثنين بيبداوا من القناطر الخيريه. وانت كل يوم تطلع على الله كده حتى؟ كل يوم من الفجر، بعد اذان الفجر بننزل الميه، الرزق اللي ربنا بيبعته لنا بيتباع الصبح الساعه 9 الساعه 10. حتى في البرد بتنزل؟ حتى في البرد بننزل. يعني شوف الموجه اللي حصلت ديت، الناس كلها هناك قاعده تحت الحفه وتحت البطاطين، احنا في قلب الميه. انت لما تنزلي عشان تشتغلي في قلب الميه ديت ولازم تصبري، ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك رزق. هتستعجلي مفيش، بالك مفيش، هتستعجل العجله من الشيطان. والصبر ده حاجه يعني من الايمان. في بقى مثل يقول لك ايه، ان صبرتم اجورتم وامر الله هناك، صح، وما صبرتوش برضو امر الله هناك. الحمد لله ربنا رزقني. بص مش توقف مع حلو ازاي؟ ربنا دايما مع الغلابه، دايما يبعت لهم رزقهم ان شاء الله. هو الشبكه بتطلع من ده على ده، كل اللي بيجي بيقابلها بتجيبه، كل الرزق اللي ربنا يبعته. ودي ايه يا حاج احمد؟ دي مبروكه حشائش، بجايه عشان تاكل ورد النيل والعفش اللي بيطلع في الميه دي بتاكله. هي دي بتاكل خضره. بتاكل خضره؟ بتاكل خضره بس. السمكه دي بتاكل خضره بس؟ بتاكل خضره بس. ما بقاش فيها شوك ولا حاجه؟ لا لا، سمكة نضيفة. بتاكل خضرة بس؟ بتاكل خضرة بس. يلا بقى يا حاج احمد احنا نروح نشوي. الحمد لله ربنا بعت لنا رزقنا. ده الرزق اللي ربنا بعته. الحمد لله نشوي. اقول الواحدة من دول تطيع جوزها وتتحمله وتساعد معاه في المعيشة، وان كان يعني الحكاية يعني على القد تتحمل، تصرف على قديها، ما تتبذرش، وتمشي وتعيش زي اهاليهم عاشوا، ويبقوا كده يعني في ألفة بينهم. الفرن حمي يا علي بقى حلو.
تسلم الايادي يا حاج احمد. تسلم الايادي. يعني انا يعني وقفنا مع بعض على ما ربنا عيننا وجوزناهم، وتعبت معاه في البحر يجيب الرزق وانا اروح ابيعه واصرف على اولادي، نجيب مثلا وانا جايه اجيب الاكل الخضار وانا جايه اطبخ واغسل واعمل كل حاجه لاولاد. وهو برضه لما بيكون انا في مثلا ببيع السمك وفي حاجة هتتعمل يعملها لي على ما اجي الاقيها معمولة. اتفضل يا حبيب قلبي. ماشي يا سيدي. كريم. حول بتاع الدقة يلا اعملها، والليمون والبتاع الخضرة دي. كان نفسي كل حبايب غالية يجوا يدوقوا السمك ده، كان نفسي. ما جبتهمش معاكي ليه؟ كان نفسي كل حبايبي وحبايب العرب كلهم اللي بيشوفوني كان نفسي ياكلوا الأكلة دي. المرة الجاية هتكون كلهم معاكي ونعمل لهم سمك كده إن شاء الله. أنتم الواجب.